بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهيوتنا نيت تقدم لكم اليوم خبز البيضة التركي أو خبز رمضان كما كيسميوه الأتراك، يعني كيقولوا له رمضان بيديسي. فهاد الخبز هذا كيحضروه بزاف في هاد الشهر هذا في رمضان، يعني كيكون على مائدة فطورهم كل يوم. وصراحة أنا جربته شحال من مرة وعجبني بزاف، كيجي خفيف جدا وقطني وهش، وكيجي من السم بواحد الشكل جميل بزيت الزيتون. ويمكن لكم في الايام العاديه تعملوه، كيجي في الكوتي ممتاز، وكذلك رافقت به حتى الطواجن وكيجي ممتاز. سريع التحضير، ولكن الحاجه اللي يمكن غادي تجيكم ثقيله في الاول كاول تجربه غادي تجيكم ديك الزواق ديالو اللي غادي تعملوه، ولكن من بعد كتخفف فيه اليد ملي كتعودوا عليه. تبعوا معايا الفيديو وجربوا هذا الخبز هذا وما غاديش يتندموا. بسم الله وابدا على بركه الله بالعمل واستعراض المقادير في نفس الوقت. دابا بالنسبه لهذا الخبز هذا، فانا غادي نعمل لكم هذه المقادير بالغرام وبكاس العنبه، وفي صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت غادي تلقاوها بالكوب. عندي هنايا 400 غرام من الدقيق الابيض، يعني من الفرز، يعني ما يعادل 4 الكيسان ديال العنبه، لان كاس العنبه كيهز 100 غرام. عندي كاس ديال دقيق القمح الحراش او الفينو او المسمد، المهم هذا النوع هذا اللي ما متوفرش عنده يعمل السميده رقيقه بزاف، يعني اللي ما عندوش هاد الفينو هذا هو حتى هو. عندي كاس ديال العنبه او ما يعادل 100 غرام. عندي الملح، وعندي هنايا ملعقه كبيره ونصف من الخميره حبيبات، وعندي ملعقه كبيره من السكر. عندي 3 المعالق ديال زيت الزيتون، وعندي عندي الحليب هنايا، عندي 150 مليلتر ديال الحليب دافي، عبرته بهذا الكاس هذا دافي ما يكونش سخون. ولا خصنا مثلا في العجين غادي نقدروا نزيدوا غير شويه الماء دافي. هنايا انا غادي نستعمل العجانه، غادي ناخذ الوعاء ديالها، غادي نفرغ فيه هذا الحليب هذا الدافي اللي عندي، قلت 150 مليلتر، وغادي نزيد عليه الخميره والسكر، وغادي ناخذ من هذا الدقيق هذا هذا البيض هذا، غادي نضيف واحد زوج معالق، وغادي نخلط، غادي نخليها واحد شويه تفاعل. هنايا ها هي الخميره تفاعلت واحد شويه مع الحليب والسكر. دابا غادي نضيفو الدقيق اللي عندنا مره واحده، هذا الدقيق الفينو، وغادي نضيف زيت الزيتون 3 ملاعق كبيره، نضيف الدقيق مرة واحدة والملح، وغادي نحطها في وعاء العجانة وغادي نبدأ نعجن. هنايا انا عندي الماء الدافئ، غادي نبقى نضيفه بالتدريج وانايا كنعجن حتى نوصل يعني للقوام المناسب. اخواتي هنايا كملنا العجن، انا بغيتكم تشوفوا القوام تاعها كي داير. شوف كتجي يعني ماشي جاريه وفي نفس الوقت ماشي قاصحه، يعني كتجي عجينه شويه خفيفه مطلوقه. ها انتما شوفوها كي دايره، كتلصق شويه في اليد. دابا غادي نشكلها على نعملها على شكل كره ونخليها تخمر واحد نص ساعه هكذاك. اخواتي كما كتلاحظوا العجينه ها هي خمرات عندنا. دابا الجو الحمد لله بدا كيدفى وماشي مشكل الوقت ديال التخمير. دابا غادي نخرجها من هذا الوعاء هذا، غادي ناخذ اولا بعدا نحطها هنا، غادي ناخذ صينيه طاوه هانتوما كتشوفوا
فرشت فوقها الورق، وهذه رشها بالدقيق، الدقيق الابيض هذا فورس. غادي نبدا نمددها هكذا واحد الشويه، وغادي ناخذ هاد الطاوه هادي غادي نحطها وغادي نبدا نحاول نمددها ونعطيها واحد الشكل بيضاوي. هانتوما كتلاحظوا، شوفوا السمك علاش طلقناها، علاش قرصناها. هانتوما هنايا غادي ناخذ واحد الاناء غادي ندوب فيه واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق، غادي ندوبها، وهي اللي غادي نبقى ندير فيها يدي، وانا كنعمل الشكل ديال الزواق ديال الخبز التركي المعروف. ها هو الدقيق ذوبته هنايا في هذا الاناء هذا مع الماء، غادي نبدا ناخذ نبدا نعمل يدي هكذا بهذا الشكل هذا هكا، وغادي نبقى نشكل هذاك الزواق ديال الخبز التركي المعروف. يعني عمقوا الضغط، يعني ضغطوا بقوه باش يبقى الزواق مرسوم لكم، يعني باش الشكل ديال التزيين يبقى مرسوم حتى من بعد ما يطلع ويخمر. دابا غادي نبقاو نزينوا الوسط. دابا غادي نعملو خطوطة بالشكل المعاكس. شكل التزيين ها هو كما كتلاحظوا. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها تاني تخمر. هنايا كتلاحظوا العجينه هي خمرات واحد شويه، يعني تلاحظوا انها تنفخات، غادي تهزوا واحد الشوكه هكذا وتعاودوا تمرروا على البلايص اللي زوقتوا بصبعكم، لان كيكونوا طلعوا واحد شويه. كما كتلاحظوا انا عاودت بالشوكه على كاع هذوك المناطق اللي زوقنا بصبعنا. دابا غادي ناخذ عندي هنايا صفار بيضه مع تقريبا ملعقتين كبيرتين من الحليب، غادي نخفقهم مزيان وغادي نسحبهم كامل وجه هاد الخبزه هذه. هانتوما كتلاحظوا انا راه دهنتها تقريبا بالخليط كامل، بقى لي شويه فقط، يعني ماشي غير تمسحوا. بالنسبه للتزيين فعندنا هنايا الحبه السوداء، اولا عندي الحبه السوداء والزنجلان بزوج عندي. الفرن انا عامله كيسخن على حراره عاليه، يعني عاملاه على 220، منين غادي نجي ندخل الخبز هاد الخبزه هذه غادي ننزل الحراره ل 200 درجه، لان كما هو معلوم دائما الخبز كيطيب على حراره عاليه. وعندي هنا زنجلان او السمسم، غادي ندخلها طيب
من الطيب من التحت مزيان، غادي نفتح عليها شويه من الفوق فقط باش يتحمر ليها الوجه. هنا اخواتي خدات ربع ساعه والفرن مفتوح عليها من التحت، و5 دقائق تحت شويه باش يتحمر لونها بحال هكذا. هانتوما كتشوفوا دابا من فور خروجها غادي نغطيها بواحد المنديل بحال هكذا باش ترجع فيها الرطوبه وما تقصحش لينا بزاف.